كده بسرعة مع النجمة الجميلة شذا في شارع الفن على نغم اف ام. وشذا يعني قبل ما نختم بجد انا مبسوطة جدا جدا انك كنتي معايا النهاردة، وعايزة اقول لكم ان شذا صاحبتي من سنين ومن زمن، وانا بتمنى لها كل حاجة حلوة، وبتمنى بجد اشوفك لابسة فستان الفرح. امين يا رب، امين، اتمنى والله ان شاء الله. بصي الاقي بس حد كويس وانا ما عنديش مشكله. ايه بقى الحد الكويس؟ ايه عايزين بقى مواصفاته كده دلوقتي. ما انا مش عارفه والله يا مايك، مش عارفه هي على يعني مواصفاته، ما عنديش مواصفات. عايزه حد طيب، حنين، جدع، خدوم، كريم. يعني عايزه راجل، لان انا ما عنديش بابايا ولا مامتي. يعني الله يرحمهم. امين يا رب، وربنا يخلي لي اهلي طبعا وعيلتي، خصوصا عيله بابايا كلها في ظهري، وخالتي وخالي، يعني كلهم الحمد لله بيحبوني، واصحابي طبعا. بس انا عايزه راجل بقى، عايزه يبقى ليا حياتي انا المستقله. فان شاء الله يعني وانس تبقى في حاجه وخطوات جديه هتكونوا اول ناس يعرفوا. يعني شاذة عايزه اعرف يومك كده بشكل سريع، بتعملي فيه ايه من ساعه ما بتصحي من الصبح لحد ما بتنامي؟ وبتصحي بدري ولا بتنامي متاخر، ولا بتعملي ايه؟ قولي لي كده شكل يومك. في ايام بجد والله العظيم يا اميره ما بنامش خالص، وبعد تلاقيني بكتب على الفيسبوك عايزه انام يا ناس، مش عارفه انام يا ناس. ليه بقى؟ ببقى بفكر. انا من النوع القلوق اللي بيفكر كتير، واللي بيفكر وهو نايم، بيفكر وهو صاحي، وبفكر هعمل ايه في بكره، بفكر هعمل ايه في شغلي، بفكر هعمل ايه في حياتي، لان انا بقيت انا، بقيت ما فيش حد معايا، فبقيت انا المسؤوله. حاسه انك مسؤوله عن كل خطواتك. اه بالظبط. طب بتستشيري مين يا شذا في تفاصيلك المهمه؟ اهلي طبعا، وعايز طبعا اشكر ايه ونسمه، هم عايشين معايا. ايه هي الاسيستنت بتاعتي، ونسمه هي كانت ماسكه شغل بابايا، فهي اللي عارفه كل حاجه من الحاجات اللي انا ما اعرفهاش في شغل بابايا الله يرحمه. دول اقرب ناس ليا لانهم عايشين معايا طول الوقت. صحابي البنات بجد، انا ما شفتش صحاب بالجدعنه دي سواء جوه الميديا او بره. صحابي هيثم، بيشو، عندي 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 جروب كده. يعني نقدر نقول ان ربنا يعني اداكي حظك في الصحاب بشكل كويس. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. عندي دينا برضه عشان ما تموتنيش لما اطلع. هلا، ديما، شذا، عبد الرحيم. بس خلي بالك، هم دلوقتي زمانهم قلقانين عشان هي بتضرب صاحباتها يا جماعه. لا والله، لا لا، بقول لك ايه، صحابي الحقيقيين عارفيني، عارفين ايه اللي هيضايقني فبيتجنبوه، وعارفين ايه اللي بيبسطني فبيعملوه. والله العظيم انا اصحابي لما بتعصب عليهم، على فكره انا ساعات غصب عني بيطلع مني رياكشنز، مش يعني مش يعني مش على قد الحدث خالص، ممكن يبقى الحدث اتفه بكتير، بس هم عشان عارفين ان انا طول الوقت مضغوطه نفسيا فبيعدولي. شذا نفسك تعملي ايه الفتره اللي جايه؟ تحلمي بايه؟ بحلم ان انا اعمل بيت حلو، بحلم ان انا اعيش استقرار نفسي، لان انا حاصل لي هيزيتيتنج كده شويه بعد وفاه بابايا ومامتي. في ناس تقول لك يا بنتي ما هو دي سنه الحياه. طبعا دي سنه الحياه، ولا يعني ولا اعتراض على قضاء ربنا، بس هو غصب عني، لان انت طول الوقت عايشه مع ناس فجاه مش موجودين. فنفسي في ده، نفسي في شغلي بقى بجد. انا حظي وحش، انا بتعب وما باخدش على قد تعبي. يعني انا طول الوقت بتعب وبسعى وبجتهد وبعمل وما بنامش، وخناقات ومشاكل، وانام في الاستوديو وانام في المونتاج، وانا وفي الاخر بلاقي النتيجه مش على قد ما انا عايزه. حسن يعني نفسك تنجحي اكتر من كده. بس بحس بس انت يا شذا واصله لقلوب الناس، واغانيكي كلنا حافظينها. دي احسن حاجه والله، دي ده اللي مريحني. بس انا يا اميره بحس ان انا راضيه شويه. يعني انا وده حلو الحمد لله. بحس ان ربنا دايما بيشيل الحاجه اللي انا عايزاها في وقت هو عايزه. وبيبقى ده الوقت صح. يعني بيبقى نفسي مثلا اجيب عربيه اقعد 3 سنين اتشقلب ولا 4 سنين. انا عايزه اقول لكم شذا عندها، انا فاكره من ايام مامتها الله يرحمها وباباها الله يرحمه، موضوع العربيات ده مهم جدا عندها. العربيه لازم تبقى موديل حديث، ولازم يبقى ليها شكل معين، وتبقى 4x4 عالي. انا عارفه شذا اغلى حاجه في حياتها يا جماعه عندها عربيتها. انا كل فلوسي على العربيات، ما بجيبش بيوت ولا اي حاجه، بجيب عربيات بس. شذا نورتيني في شارع الفن، ونورتينا في نغم اف ام. ونختم بقى بحاجه نغنيها كده مع بعض. الاول انا بحبك طبعا، انت عارفه، وانا بموت فيك، انا بحبك وبحبه. ولما قلتي لي هبقى معاكي، انا اخترت اكون معاكي انت، لان اميره انت بجد من الناس الامينه، اللي هي الناس اللي ما بتتغيرش، الناس اللي مهما ربنا بيكرمها وبتنجح تفضل زي ما عرفناها من اول يوم، وده مش كتير بنلاقيه. النفس الراضيه دي مش دايما موجود. عايز اشكر كل المستمعين، عايز اشكر مايكل، عايز اشكر ياسمين، عايز اشكر طبعا داليا.